شيع أبناء منطقة بيت الشاطبي في ميدانية صنحان أحد أفراد الحرس الجمهوري والذي استشهد في جبهة نجران، مؤكدين مضيهم في مسيرة النضال والكفاح للاختصاص لكل يمني سفك العدوان دمعه. نجنح ولا سلم، نجنح إرادي، ولا احترمنا هيرنا الحرب عادة. ما هو يماني، ما هو يماني من يظل حيادي، وقوة الرنجال داخل بلاده. تلقى اليماني في المهمات بادي، ما همه الا النصر، ولا شهاده ما همه الا النصر، ولا شهاده. شهيد ثان من ابطال الحرس الجمهوري استقبلته منطقه بيت الشاطبي بمديريه سنحان في محافظه صنعاء، الذي استشهد اثناء دفاعه عن وطنه في احدى جبهات ما وراء الحدود في نجران، ليلتحق بكوكبه الشهداء الاشاغس الذين لقنوا العدو دروسا قاسيه في الكرامه والتضحيه. والحمد لله الذي اصطفى مننا هذا الشهيد، ولا اول شهيد ولا اخر شهيد. وسوف نقدم الشهداء تلو الشهداء، وان احنا على دربه مهبوء، وان شاء الله نلحق سلما الى معقره والى داره. ابناء بيت الشاطبي كغيرهم من ابناء القبائل جددوا صمودهم وثباتهم في مواجهه العدوان ورفضهم جبهه القتال بالمال والسلاح، فكل شيء يهون من اجل الوطن. الحمد لله الذي اصطفى مننا هذا الشهيد احمد الرزق الشاطبي، كان رفيق ابو حرب، رحمه الله تخشاهم جميعا، وسوف نقدم مزيدا من الشهداء حتى ننهي هذا الاحتلال. والله يا ال سعود لترون اينما تكرهون، والله لنقاتلكم، والله سوف نقدم اليكم الى عقر داركم. جرحى ابطال الجبهه كانوا ضمن المشيعين للشهيد الشاطبي، لكن عيونهم وقلوبهم في الجبهات منتظرين بفارغ الصبر الشفاء للعوده الى ميادين العزه والشرف. الله، احنا اكيد في الجبهه، الجسم هنا والروح في الجبهه، واكيد ان احنا يعني منتظرين غير الشفاء وننطلق الى الجبهات. مع الله نقاتل اعداء الله، نقاتل آل سعود هؤلاء الذي طغوا في الأرض، وإحنا الآن بنشيع شهيد، وإن شاء الله نحن ماضين على دربهم. ويعود الشهيد الشاطبي من الجرحى الذين استهدفتهم طائرات العدوان في مناطق مختلفة في العنق السعودي، وظل يتلقى العلاج لفترة، إلا أنه أصر على مواصلة كفاحه ونضاله بجانب إخوانه في تلك الجبهات، فلقى ربه شهيدا. مختار الخطيب، اليمن اليوم، صنعاء.